قصدك اللي قالولك؟ اي ماشي ماشي احكي ماشي ماشي. ولا شو كنت بدك تقول؟ ما بدي لك شيء، كنت عم اعطش. لا كان فبوزك حكي، بطلت تقوله. شو كنت بدك تحكي ولا قول؟ ما بدي قول. لك قول ولا؟ طيب اذا قلت لك هلا بتشارطني. لا ما بشارطك. لا بتشارطني. تشارط اني ما بشارطك. اي بشارط. مش قد لشقان؟ قد ما بدك قد ما بدك. 50 ل50 منيح هيك؟ اي منيح هيك. ماشي قول لي شو كنت بدك تقول؟ هلا هذول شو عم يعملوا هيك يعني؟ بدهم يسعوا الطريق؟ والله ما بعرف، شايفهم عم يحطوا علامات. ماشي ماشي نسألهم. تعال. لا اب الشرط لشوف، اب الشرط. انو شرط؟ ما قد بدك تشارطني. ولا بدك تنكر؟ ولا ما شارطتني اني انا ما رح شارطك، وانا قبلت الشرط. امنا نحن اثنين تشارطنا اني ما شارطك، وانا لما شارطتك ربحت الشرط، لاني شارطتك على الشرط ذات نفسه. ايه لا ما في عيونك، حطيتني بالدواخة دوختني دخلت. كيف ضبطت معكم؟ لا كيف ضبطت؟ خط مضبوط. 50 ورقة. ها استفتاحية. يلا مشي مشي نسألهم شو عم يعملوا. اه صحيح. تعال تعال نشوف. ما وافق. بابا شو عم تعملوا؟ اهلين بالشباب. اهلين وسهلا. اهلين شو عم تعملوا؟ عم ناخذ قياسات والله هون مشان محور السد. ايه؟ سد؟ سد شو؟ هون بدهم يعملوا سد، ليش ما لكم خبر؟ ايه؟ هلا ايدي فوق راسكم والنبي كباسكم. سد عن شد، سد سد يعني سد. ايه والله يا مختار والحشا مثل ما سمعت بقرا مجدينك. سد سد والله مظبوط. سد 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 هيك سدك ونسد الضيعة كلها بدها تروح بالغمر من خلالها. سد سد. وبكره بس يبلشوا بتبلش تجينا بقى انذارات الاخلاء من البيوت. سد عمو والله صعبة هي، ما كانت لها البال على الخاطئ. يعني هذا الختم الدائري اللي عندي اذا انغمرت الضيعه صاروا زراطه ما عاد يسوي شيء. اسمعوا لها الشوفه، هلا مختار هذا الشغل بالك. الختم الدائري يعني عدم المؤاخذه، الختم الدائري له علبه ينضب فيها. بس اذا نحن عمروا السد واجلونا من الضيعه وين بدنا ننضب؟ ما بننضب بعدين. معلش بطل تاخذني، هذا الختم خشب يعني بفوش على وجه المياه. لا لا زنطيطه، هذا ختم دائري عظم. ايوه عبود حولي عظم مضبوط. ليش العظم ما بفوش؟ لا يا سيدي بفوش ونص. الكلب السلاقي ليش بفوش؟ بتم عظمه بيعمل هيك. لا 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 العظم تقيل بيغرق ما بفوش. لك بجوز بيغرق بس كمان بفوش يا اخي. اتشعرك بشعرك مش قد لاش قد ما بدك. من 150 ل 150. لا هاي مختارنا فمجال اذا بتريد تجيب لنا سطل مي وعظمه مشان نفرجيكي في العظم. ليش السطل؟ لك مو مخيس منك الو بس. لا لك شو سطل ما سطل وعظمه؟ قوم انضربوا، روحوا جيبوا له هذا الواطي استنقوا مشان نحل المشكله. تحركوا ماشي يلا. شنو المشكله؟ مقبولة مضبوط استاذ. يا عمى شو بيجنن؟